معنا من هناك من الطائف مراسل الإخبارية فهد السمحان. فهد، استمعنا قبل قليل إلى كلمة أمير منطقة مكة المكرمة، والأجواء أكثر من رائعة في الافتتاحية، ولكن دائما الصورة غير الواقع. لو تحاول أن تعطينا بعض تفاصيل الواقع وتضعنا في صورة الحدث. أهلاً بك حفصة وبمشاهدين قناة الإخبارية. بالطبع شاهدتم مقتطفات من حفل سوق عكاظ التاريخي الذي له أكثر من 1300 عام، سوق عكاظ الذي يقبع في شمال الطائف. شاهدتم هذا الاحتفال، مقتطفات من الاحتفال أيضا سوق عكاظ، وتشاهدون أيضا حاليا من داخل مسرح سوق عكاظ الذي امتلأ عن بكرة أبيه بأكثر من 3000 من الأدباء والمفكرين، إضافة إلى المصطفين والسائحين. من المتوقع زيارة هذا المهرجان لأنه الآن فترة صيف، أكثر من 300,000 زائر يزور سوق عكاظ. أتمنى من المصور يعني شايفان يطلعنا على خارج المسرح الآن كما تشاهدين الصورة حفصة. نعم. والمشاهدين الكرام كم هو يعني الزحام خارج المسرح نتيجة التنظيم داخل المسرح. هناك أيضا شاشات خارجية يشاهدون الحفل، مع التحية أيضا لرجال الأمن. سوق عكاظ اليوم يختلف عن الماضي. اليوم سوق عكاظ يتنوع في برامجه وإثراء معرفي نتيجة التنوع المشتمل على الملتقيات المعرفية والحوارات الشبابية والندوات. إضافة ما يميز سوق عكاظ الجادة التي قبل الافتتاح كان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في جولة على جادة سوق عكاظ معه أصحاب السمو وأيضا معالي الوزراء وأيضا الأدباء المثقفين. يشاهدوا التطوير للنسخة العاشرة لسوق عكاظ الذي يحاكي الماضي ولكن يحاكي أيضا الحاضر المتطور. وأيضا هناك كما نشاهد من خلال الشاشة الاحتفال الذي يتميز بشاشة عرض واحترافية في النقل والصورة. نعم، أشكرك فهد السمحان، كنت معنا من طائف مراسل الإخبارية. أتمنى لك أوقات سعيدة فهد. شكرا.